الصورة دايما معايا. الحوار ابتدى اللي احنا دخلنا في محل صواريخ، دخلنا عشان نطفي لقينا النار غير قدرة انك تطفيها، طفايات رملة مية، مفيش الانفجارات شغالة، ابتدت تمسك في الكهرباء، طيب ما قدرناش نسيطر عليها، خرجنا بره من كتر قوة النار اللي خرجنا، ودخل على بقية المحل ودخلت على العماير كلها. المكان ده اصلا في الاول كان عليه مشاكل بسبب حاتم بن داري، كان عايز ياخد مننا عافية ويخرجنا منه، وحاولوا بكذا طريقه بلطجه وقله ادب. والساعه 8 من ام النوم يا صحافه محترمه يا شعب مصر، اقوم الاقي البيت كله اربع اوالع، ده مش شغل حريقه، ده شغل بيب يقع الاربع منور في الاسواق. هو مش هيضر نفسه، هو مش هيضيع الملايين اللي عنده دول عشان يحرق المحل بتاع عادل ده، ولا البيت اللي معموله شبه كده، المحل بتاع هشام اللي هم عاملين يتكلموا عليه ده، المحل الواحد من دولت يسواله 2 3 مليون جنيه، واجر ده عنده 5 6 محلات هنا اتعرض عليه 20 30 مليون جنيه ما رضاش يبيع عشان واقف معانا الناس غلابه، في سكان غلابه، اه في ناس غلابه. وحضرتك الحاج عادل من ضمن اللي كانوا واقفين معانا ضد الناس دي. البيت ده سواله مليار جنيه، اقل محل في ناس ضربت ورق قالت لك احنا اللي نلف.